بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس وتحطوا الإعجاب على المقطع إذا عجبكم. اليوم بسوي الدجاج مضبي بالفرن. قطعت الدجاج زي ما انتم شايفين كذا، وحطيت بحط فوقها بهاراتي. طبعا أنا قدمتها مع سليق. بس أهم شيء إذا حطيتوها بالفرن كل كم دقيقة أو كم، يعني تقريبا 30 دقيقة، أقلبوها للجنب الثاني علشان تحمر، يصير حمارها نفس الشيء، يعني ما يكون جهة محترقة وجهة لا، تصير لكم حمارة حلو على برتقالي على ذهبي كذا، يصير حلو زي المقبل. الحين بعد ما قطعت الدجاج غسلته وحطيت عليه البهارات اللي الحين واضحة، فلفل أسود وكمون وكركم وملح، وحطيت البهار هذا اللي هو حقنا احنا نسويه، وحطيت بعد حبة ثوم. طبعا هي كانت دجاجتين قطعتها كلها نفس التقطيع. بالفرن تجيبون الصينية وتجيبون الشبك. الصينية حطوا عليها قصدير عشان موية الدجاجة تنزل عليها، وبعدين عادي تشيلون القصدير وتبقى الصينية نظيفة، وفوق الشبك حطوا الدجاج زي ما الحين أوريكم. شايفين كيف؟ طبعا هاي هي أمي اللي تطبخ الله يطول بعمرها، بس إن شاء الله قريب إن شاء الله هي راح تمسك القناة. وكذا خلاص أحط الدجاج بالفرن، وكل ما حمر من جهة أرجع أقلب الجهة الثانية. طبعا هذا هو بعد ما خلاص استوى، والحين كذا أقدر أقدمه مع أي حاجة أبيها، رز أبيض أي حاجة أبيها. شوف هنا الموية حق الدجاج كذا قدمتها مع سليق، وبالعافية علينا وعليكم يا رب.